بتتذكر لما كنت صغير تجيب لي لهون؟ بتذكر بابا بتذكر، بس انت ما عاد لقيت وقت بعد الجامعة. شو بدي اعمل؟ الجامعة بتاخذ كل الوقت. وعم تلحق؟ الحمد لله، كل شيء تمام. في شيء بابا؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء. عارف بابا، من انت وصغير كنت انبسط منك لما تحب تجرب شي جديد. كان يصير مشاكل بيني وبين امك بخصوص الموضوع، تتذكر؟ اكيد بتذكر. ولسه لهلأ بتشوفك صغير. يعني هذا الموضوع ما له حل؟ ولح تضلك صغير بعين امك، لانه هي هيك بتحب. على ما يبدو انه ما في امل. خليها تشوفك مثل ما بدها. يا سيدي معك حق. بابا حابب اسالك سؤال. تفضل بابا. امك وهي عم بتنظف لقت حب غريب بغرفتك، سالتني عن نوعه، شغلت عليك وخايف انك تكون مريض. لقيتهم هي عم تنظف ولا كانت عم تبحبش من وراي؟ عصام، لما بنحكي عن حبوب مخدرات من نوع كابتيجون بصير موضوع خصوصيتك بالمرتبة الثانية. حبوب مخدرات؟ بابا مشان الله شو هي الكلمة الكبيرة؟ لكان شو بتسمي الكابتيجون؟ منشط. منشط وكان ناقصني وقت الفحص.